بون، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بافضل الاحوال ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد العجينه ديال البيتزا، يعني اللي تقريبا المقادير كامله كتكون عندكم في الدار، الا ما كانش عندكم هاد ياورت هذا غريك، يمكن تستعملوا ياورت طبيعي يعني مسوس 100%، او لا يعني تستغناو عليه وتستعملوا غير الحليب اللي كيكون دافئ وتزيدوا معاه كاس ديال الماء. المهم هنا كما كتشوفوا هاد البيتزا هذه في الحقيقه شفتها عند واحد صاحبتي تركيا. هاد الطريقه عجبتني، يعني ملي كنديرها منين وليت كنستعملها، والصراحه البيتزا تقدي طويها، يعني كتجي رطبه هشيشه وزوينه بزاف. المهم المقادير بالنسبه للكيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق يقدر يدير لك 4 ديال البيتزات اللي هما دائريين بحجم، يعني حجم متوسط ماشي كبيره بزاف، اولا يعني لك تي كتخليها شويه غليظه، اولا تقدري ديري ماكسيموم ديري بها 5 البيتزات يعني بكيلو ديال الدقيق. باش نكون واضحين، عندي كيلو الدقيق كما تشوفوا ها هو هنا اللي غادي نغربلو من بعد، عندي الخميره 25 غرام، عندي واحد المعلقه كبيره ديال السكر، عندي زيت العود، عندي هاد الكاس هذا ديال زيت العود، تقدروا تستعملوا زيت العود اللي تيكون منسم بالزعتر ولا باي حاجه، عندي الياغورت، ياغورت كريك، يعني راه كاين اللي كيشبه ليه في المحلات التجاريه، ولكن انا كتعجبني هاد لا مارك، وعندي جوج كيسان ديال الحليب اللي هما دافين واحد شويه. من بعد غادي نحتاج واحد الاناء فاش نخلط العجين ديالي، غادي نغربل الدقيق، وغادي نحتاج هذا اللي نستخدمها في الاول على بركه الله. هنا دابا غادي نبداو نخلطوا كل شيء. مهم نبداو بالسوائل، ندير جوج كيسان ديال الحليب كما كتشوفوا ها هما هنايا، غادي ندير كاس ديال الزيت، غادي ندير السكر، الملح نسيت ما قلتهاش لكم، الملح حتى هي غادي نديرها، وندير الخميره. يعني هنا خاصني نخلط جميع العناصر بسم الله. مهم كما كتشوفوا هنايا هاد العجينه هادي ما كتحتاجش ليك بزاف البنات. هنا غادي نزيد الياغورت، يعني راه كنخلطها شويه وغادي نخليها ترتاح، قد ما خليتوها ترتاح العجينه مزيان، سمعتوني البنات، يعني واخا غادي تدوبل في الحجم ديالها مزيان، يعني قد ما كان عندكم الوقت ديروها بساعتين قبل ما كاين حتى شي اشكاليه. هنا نخلي واحد شويه ديال العود، يعني ما كاين حتى شي اشكاليه البنات، تقدو تعجنوها وتخليوها تيسع. دابا غادي نزيد نخلط شويه، دابا البنات غادي ندير غير واحد تقريبا ثلث ديال الكميه ديال الدقيق هي اللي غادي ندير، وغادي نخليها ترتاح غير واحد ميم با 5 دقائق، يعني 3 دقائق عاد نزيد عليها الكميه الاخرى كامله ونخلطها مزيان ونخليها ترتاح. كما كتشوفوا هنا البنات راه غير ثلث ديال الكميه اللي قلنا اللي درت. من بعد منين تخلطوا الى بان لكم بان راه خاصها حنت هذه العجينه هذه ما خاصهاش تجي قاصحه، يعني خاصها تبقى شويه مرخوفه، يعني مرخوفه على العجينه شويه ديال المسمن، فهمتوني البنات، الرغايف اللي كنديروا خاصها تبقى شويه مرخوفه عليهم، فلهذا الى بان لكم شويه انها خاصها شويه السوائل زيدوا عليها شويه الماء، صافي شويه الماء دافي. المهم دابا كما كتشوفوا العجينه ها هي الخليط، يعني المرحله الاولى ديال الخليط ها هي، دابا غادي نخليها ترتاح واحد دقيق، يعني قلت لكم واحد جوج ثلاثه دقائق، ومن بعد نزيد عليها الخليط كامل ديال الدقيق. ها نتوما كما كتشوفوا البنات العجينه ملي خليتها ترتاح، وكنظن بانني غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء من بعد. ها نتوما دابا غادي نبدا نزيد الدقيق، نزيدو كامل في دقه واحده البنات. ها نتوما البنات انا زدت الدقيق كامل، خليت غير واحد شويه يعني على حساب باش نقرص العجينه، يعني باش نقرص البيتزا ديالي. كما كتشوفوا التليفون يطيح ليا في يطيح ليا وسط من الدقيق.
دابا غادي نبدا نخلط. المهم نجمع هاد العجينه هادي وانا نوريكم الكثافه ديالها كيفاش تكون. الا كنت نزيد الماء راه نوريكم. ها انتم البنات القوام ديال العجين من بعد يعني راه هكايا. زدت فيها ربع كاس ديال الماء يعني على قد هكا. هكا تقريبا يزدت فيها ديال الماء البنات باش نكونوا صريحين. وانايا درتها واحد دوره خفيفه في لا ماشين ديال الخبز في الاله ديال الخبز. ها انتم تشوفوا القوام ديالها خاص يكون هكا البنات. سمعتوني سمحوا لي على الصداع هذا راه حنيت هاد الاله ديال الخبز درتها كتكسر بالشعلاش. المهم دابا البنات اشنو غادا ندير؟ غادا نغطيها ونخليها ترتاح. غنمشي نحطها في واحد البلاصه اللي هي سخونه باش ترتاح ليا مزيان، وغادي نشوفوا من بعد بانها راه غادا تذوب. ها انتم البنات تقريبا خليتها واحد ساعتين. تبارك الله راه تتفاصون راه فيها الخميره، يعني ملي تكون الخميره راه العجينه ديجا كتطلع يعني ما غاديش نبداو نقولوا خميره راه كتخمر، يعني الميكروبات ديال الخميره تيخمروها خساره. انا يعني الخميره البلديه تعجبني بزاف ولكن ما صدقتش ليا في هذا الوقت هذا. المهم دابا كما كتشوفوا انا غادي نقسم هذه العجينه هذه باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نحيد منها شويه البرد يعني هكا كما عارفين، وغادي نقسمها بلاتي خليكم معايا، وغادي نقسمها على 4 ولا 5 الكواري على حسب يعني عيني ميزاني، ومن بعد انا معاكم. ها انتم كتشوفوا هي العجينه الاولى يعني هاي قرصها طلقتها على حسب اللاطه ديال البيتزا، ثقبتها بالفرشيط وانا كندهنها بشويه كندهنها بلاصوص طوماط. هذا فاش كندخلها كندير لها نص طيبه، هذا فاش كنعاود نخرجها ونعمرها ب يعني ب داكشي اللي بغيت ندير به البيتزا. ما كتعجبنيش نديرها وندخلها مباشره يعني تطيب، كيجيب ليا بحال ما كطيبش مزيان من هاد الجهه هادي، فلهذا انا كنفضل هاد الطريقه هادي. كندخلها على 7 دقائق تقريبا على فرن شاعل 225 درجه شاعل مزيان. كندخلها 7 دقائق وكنخرجها. هذا فاش كندير ليها الحشوه اللي انا باغا اللي عندكم في الدار، واخا تكون عندكم غير الخضره، تكون عندكم غير الخضره شدوها و شحروها مع شويه الزيت شويه الملح وديروها صافي يعني. والفرماج والبيتزا هي الفرماج عاوتاني يعني خاص الفرماج غابي يكون فوق منها. هادو هما الحوايج المهمين في البيتزا. ها انتم شوفوا هذه البيتزا الثانيه يعني شويه كبيره، جات شويه كبيره. شنو درت ليها؟ درت ليها الفرماج يعني الفرماج الغابي درتو هنايا في الجناب. ودابا غادا نحاول يعني هكا طريقه سامبل وصافي. هكا كما كتشوفوا انا نكملها. ها انتما هيا البيتزا هذه اللي درت فيها الفرماج. الا كان عندكم حتى الفرماج ديال الغاكليت يمكن ديروه هنا في الجناب كيذوب مزيان كيذوب زوين. ها البيتزا الاولى هيا خرجتها من الفران. ها انتما كيما كتشوفوا هما البيتزا ديالنا وجدوا باش نوريكم شوف كيفاش كتجي. المهم حنا نتعشاو في الكنا يعني ماشي في الطبله ديال الماكله يعني في الصالون يعني كنابي مرتاحين مع الدراري. ها انتما كيما كتشوفوا شوف البيتزا يعني ما كتجيش قاصحه ولا حتى شي حاجه طايبه مزيان. ها انتما كيما كتشوفوا ها انتما هنا تشوفوا